رحت هو من بعد؟ انا خدمت هنا في سنتر في البركه. ايه وميسي هذاك راحوا وصلوا الماكله والماء اللي بومبي تاع تودع نب هذوكم ربي يبارك. احنا بقينا قاعدين نلموا بركه في البلاد، لمينا كونتيتي تاع الصعيد هذيك تاع الفراش وتاع اللبسه وطلعناها من الفوق خبيناهم حتى الغدوه بربي ان شاء الله نديماريو نروحوا للطرف ان شاء الله. مليح وهذه هي. قال لك لا ماسي بان حشام شويه بو خشبه. اه نعم الناس وليد فاميليا مون بوط ما تشوفوش. اه والرابور كاع يبان لك باللي بصح الداخل تاعهم مون بوط ولا ناس ولاد فاميليا وناس محترمين وناس ما شاء الله هم اصدقاء. يعني كي تتقرب منهم اكثر الناس هذوما زي تعرفهم اكثر مون بوط. يلا الناس نعم الناس غدوه بربي ان شاء الله نكملوا نكملوا الخدمه اللي بقات عندنا كامله باه نفينيسيو لو طرونفاي اللي بديناه كيما بدينا كشغل ب كيف ما نقولوا يا ربي كيف ما الكلمه اتقان نكملوه باتقان. فوالا المنبوط اخويا مت منبوط يموت واهلي واهلي المنبوط اخويا يموت وين اللي كيف واش هلوك تراك مشوي الله يقدركم اللهم امين سامي خويا والله نعم من بوط ربي يبارك فيك ان شاء الله. لاماز وخشبة اليوم اقدرش عيا مش استنيتك يا اخي كنت راقد استنيتك قلت لي درك نعيط لك يا ومن بعد يا وشفتها حاجه خفيفه اليوم ما حبش نتعبك ديجا انت الله ربي يبارك حالك بعيد ما تجي توصل والله عذاب كبير منا للحومة برك باش نوصل للحومة باش نشرب قهوة لازم لي واحد ساعة والله ما حبيت نتعب وقلت فك علينا خليه يدبر راسه. وغدوة كيفاش أمون بوط؟ والله هو اللي قاعد ياكوردي هو اللي قاعد ينسق بو خشبة ديجا كي يعطيك جوج كلمات يطلع لك بهم البلان اون ديري عمر القرعة أوكسيجين هو كي يعطيك جوج كلمات يتعمر البلان ديالك تنوض تهارب أنت. بص لاماس ربي يبارك عمك عقداها عقداها في رايك اليوم ابو خشبه على قداو قولي ربي يبارك عقداها ابي بري 12 11 12 ملي بدينا نخدموا جامي جا كيما اليوم على 7 الصباح المدير والله على 7 الصباح ليه هذي احكي له الحكايه. قال لك قسم الرزاق يبكر بكري. بكر جاي بكري قسم آه. الرزاق. يجي بكري ياه. اسمع. على بالك واش راني حاب ندير انا؟ قلت لميسي يجيب لنا الاوتوريزاسيون هذيك. او سي بون. جبتها. غدوه ماكش دير جيب لي الفوتو لاماس وابو خشبه وبلاك وكل غدوه بعثوا لي الفوتو تاعكم. يا فوتو بركو فوتو برك فوتو كي نقول لك فوتو مع يدي تاعك متطوعين ان شاء الله غدوه يخدمونا لي باتش تاعنا باب لوتريزاسيون والاسم واللقب تاعنا ها باهي اسم واللقب فوتو كوبي تاع الكارطه من بعد كنبعث لك لي ديتاي ما لا غدوه نوض اصبح ربي نروح نصور وعلاه ما عندكش تصويره قديمه؟ اي ما عنديش تصويره. ايه؟ ما عندكش تصويره قديمه؟ عندي تصويره قديمه. ها نورمال. هاي خلاصي. لا تصويره قديمه برك فون بلون. هاي مريقلي. وليو باللي باتش تاعنا وكلش. سما ندور واحد ما يحبسني في الاخير. هك دور في الطريق. والله بو خشبه انسان قانوني يا خاوتي بقى تعرفوا بو خشبه ما يحبش واحد يعرقل له المهام تاعو في حياته يحب كل قانون قادر كنت تشعل لامبولا حمراء في الطريق وهو قاعد يسوق وهي فاز لامبولا خضراء يبقى مقاري يقول له مروه خدموها بنقطع باندي لابد من فاتي يا هكذاك باش تتهنى من المشاكل ما يكونوش مشاكل وحدك ربي يبارك ربي اول يوم سمعتي وش راه هزوا مواش وليكيب
قولوا والله والله هزوهم تسات ايام عليهم هزوهم وسيزاو لهم السلعه كامله وداروا لهم دي بي في ليه قالوا لهم لوتوريزاسيون ما عندكمش او قلنا لهم خويا واش ما عندناش لوتوريزاسيون قلت له انا فاهمك ما كنتش انا تما كيفات منها ما كي عمرو ما كنتش بالحقت انا من بعد كي فهمته قال لي غدوه ارجع لي المشكل وينه المشكل انه جمعه وسبت يا خاوتي البلديه ما تخدمش هذه جمعه وسبت ما تخدمش غدوه تخدم ان شاء الله غدوه يوجدوا الورق تاعنا غدوه الاوتوريزاسيون ولا جيبوا لي الاوتوريزاسيون غدوه نفرشكم مليح شوف جيب باور كيس نجيبوا الاوتوريزاسيون غدوه نصدموا عليك اسمع جيب الباور بانك وتليفون مسرجي والكونيكسيو ام عمر البورتابل بالكونيكسيو ولا واش بدروحك ايش بدروحك اخرج منه انا ندبر راسي اي غدوة نقول لك هاش اي شوف وين ما تجيش بالك نخش ونخش صح كاين حاجه ابو خشبه وعلي. درك لازمتنا نرجعوا للاكسجين نرجعوا للاكسجين نديروهم كل غدوه من بوط اخطاتك سي بون الحمله لازم تكون اكسجينيه غدوه غدوه تاع اكسجين واش معني فيها درك اسمع اليوم سربينا 100 روبا صباح جاوا جماعه الحق فرزوا الدنيا لموا الغطاوات دمك القش قسمنات الدقاقس واحد وتاع الكبار واحد والصغار واحد والسعيده فرزناها وجدوا القدية 100 روبا اليوم طلعت الواد عنب لي بومبي وجدرمية وواد عنب كل اللي كانوا قاعدين يطفيوا في الدار كل ضربوا بورمة كبيرة بعد كان خاطر كم سطوريات من رجليها ربي بارك ما شاء الله تسمع احنا غدوة نروحوا نلموا تاع الاكسجين دركا غير الاكسجين غدوة نشوفوا البروغرام نقعدوا نشوفوا مع جماعة واش ناقصينهم نسقوا معاهم ونبداو الاكسجين اسمع لي المشكل تاع الاكسجين برك اللي عنده مريض وخاصو الاكسجين واش لازم يدير لا لازم يروح لوبيتال لا ريزيدونس تاعو فهمت كيف ما في لوبيتال القريب لا ريزيدونس تاعو يعطيو لاتر دورينتاسيون فهمت كيف ما لاتر دورينتاسيون هذيك يجيبها ويجي احنا نديريجيو وين يروح نعرفو احنا لي كلينيك لي زوبيدو اللي فيهم الاكسجين احبابنا عيطوا لنا كشغل وقالوا لنا هاي كيف ما هو كيف ما كيف ما بربي ان شاء الله نحلوا المشكله هذه تسمى كشغل غير ارجو خلاص كشغل مش تا واحد ممكن الناس تراه يعيطوا لي هم لاباس بيه يقول لك اونكا هو نمره فهمت كيف ما حد ريزيرفي برك شوف هذه الاوبسيون كاين اوبسيون واحده اخرى كاين لقطه واحده اخرى بربي ان شاء الله حسب المعلومات تاعي راح نو